23 ألف مطعم في العراق، 4500 منها في بغداد أغلقت أبوابها أمام الزبائن بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية كإجراء وقائي لمواجهة وباء كورونا. آلاف العاملين في هذا القطاع سرحوا من العمل لعدم مقدرة أصحاب المال على دفع أجورهم، ويرتبط بقطاع المطاعم قطاعات أخرى مثل تجارة المواد الغذائية الجافة واللحوم والخضروات وقطاعات اللوجستية كمواد البلاستيك والمنظفات، إضافة إلى مزارع الدجاج ومفاقس البيض المحلية حيث تأثرت بعد قرار الغلق، مما سبب بتكدس المواد في المخازن وقرب انتهاء صلاحيتها. احنا كشركة عندنا تقريبا 100 فرع بالعراق من مجموعة مطاعمنا، عندنا 1700 موظف بالمجموعة مطاعمنا، حاليا فقط فرعين بالعراق مشتغلة اللي هو فرع بغداد وواحد فرع بالنجف، اللي مو أكثر من 25 شخص بس دا يشتغلون، الباقي كلهم قاعدين بالبيوت. وبالنتيجة أنه إحنا كشركة قدرنا نوصل رواتب لمدة شهر أو شهر ونص تقريبا، وبعدها كلهم قعدوا بدون أي راتب أو بدون أي راتب. نتمنى من الدولة أنه تأخذ قرار سريع بهذا القطاع، لأنه أتوقع أن قطاع المطاعم هو أكبر قطاع اللي مشغل أيادي عاملة بالعراق، يعني كقطاعات خاصة أعداد كبيرة جدا، عوائل جدا كبيرة بدها تسترزق من هذا القطاع. العاملون في هذا المطعم ينتابهم القلق من استمرار حالة الكساد التي يشهدها سوق العمل، وبالتالي يجبرون على ترك عملهم دون توفر بدائل أخرى. رابطة مطاعم بغداد قامت برفع مناشدة دونت فيها عدة مطالب إلى رئاسة مجلس الوزراء لإنقاذ هذا القطاع الذي ساهم في إبقاء رأس المال الوطني في الداخل، فقد تجاوزت كمية الأموال المستثمرة خلال الأربع سنوات الأخيرة 1.25 مليار دولار عن طريق إنشاء وافتتاح مطاعم ووكالات أجنبية. كنا يعني احنا كسبعة دليفري حاليا بس 3، يعني متأثرين كلش، يعني حتى احنا قدمنا على من حمال الطوارئ ومال الدولة لحد الآن كل شيء ماكو، يعني احنا عندنا إيجار وأصحاب مسؤولية ورانا وأطفال، وهو يعني كل شيء ورانا والله، يعني كل ما شف ما يدعم ما شفنا من أي دولة، من الدولة لا من مسؤول لا من أي شيء. ثانيا احنا صحيح يعني اصحاب دخل محدود، يعني لازم نوفر اشياء للبيت، مولده، انترنت، ايجار، مصرف للبيت، كل شيء ماكو، يعني الناس يعني جاي نشتغل على القد نطلع بس الايجار، يعني اطفالنا ما نقدر نشتري لهم اي شيء حاليا، يعني جالي ابني يباع بنت تباوع ما اقدر انا اشوفها، يعني تباوع بالمحل تقول لي ما اقدر انا اريد اشتري، شو اسوي؟ والله يعني مرات اضطر اروح اسجل لها بالدين حتى اجيب لها حليب او اجيب لها نستله او اجيب لها شيء. تتعدد الأسباب والموت واحد، هكذا يقول أحد العاملين في هذا المطعم، فمن كان سعيد الحظ بأن لا يقع في قبضة فيروس كورونا ربما يتعثر به الحال لتلتقطه مصيدة الجوع، وبذلك يرتفع معدل البطالة في بغداد التي كانت في صدارة المحافظات العراقية بتسجيل أكثر من 5 ملايين عاطل عن العمل في العام الماضي. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.